جاء في الحديث، حديث في السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. بعض الناس يموت وهو ساجد، وبعضهم يموت في المسجد، وبعضهم يموت في الحج وفي العمرة، وبعضهم يموت وهو يعمل عمل صالح. قبل أيام اتصل بي أحد المعارف من أبها يسألني سؤال يتعلق بالحداد، فقال: أخي توفي ونريد بعض الأحكام المتعلقة بالعدة، وأنا أعرف أخوه رحمة الله عليه ولا نزكي على الله أحد من الصالحين. قلت: متى؟ قال: قبل يومين. يقول: كان صائم يصوم الاثنين والخميس، وطبعا صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر ذي هذه تأخذ بها تذكرة بإذن الله إلى الجنة، وتدخل منها أو بها من باب اسمه الريان. ليش ريان؟ لأنك كنت عطشان هنا، فربي يرويك ويدخلك من هذا الباب. هذا الرجل كان صائما، يقول صلى، أفطر وخرج إلى المسجد ليصلي، وصلى الصلاة كاملة. يقول: وحينما سلم الإمام وقال: السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين سلم، ثم الثانية مد جنبه وسلم روحه، ومات في آخر الصلاة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. هذا إذا كنت موفق وتريد مصلحة نفسك، ترى من تحسن للعرب إنك تحسن لنفسك، من عمل صالحا فلمن؟ فلنفسه. بعض الناس عدو نفسه، والله يا صاحب المعصية إنه عدو نفسه. إذا استمعت الأغنية صب الله في أذنيك الرصاص المذاب، أجل أنت عدو نفسك. إذا نظرت إلى المسلسل والمرأة والنساء في الشوارع ملأ الله عينيك من جمر جهنم، أجل أنت عدو نفسك. إذا أكلت ريال حرام فإنما تأكل ناراً في بطنك، إذا عقيت أمك وأبوك فإنما يقطع الله التوفيق من عمرك. التوفيق والهداية والبركة كلها من عند رجل أمك وأبوك. فإذا كنت ممن يحب نفسه فاعمل الصالحات، وذلك خير لك في الدنيا والآخرة، يختم لك بخير. الفرس إذا لقيت خيال ماهر تحكم فيها تمشي. ليش؟ لأنها كلما تبقى تعصعص كذا ولا فوقها رجال ضابطها اللجام في يده ويعرف يركب. إذا وجدت الفرس خيال غشيم إيش تسوي به؟ تطيحه وترصع في بطنه وتمشي وتخليه. هذه النفس إن كانك ضعيف هزيل، تحب الحرام، تحب الزنا، تحب الغنى، تحب الأفلام، تحب المسلسلات، تبغى تدخل في الجوال وتشوف المناظر القذرة والخبيثة وتصك عليك الباب وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، أنت نفسك أهلكتك. إن كانك رجل كل ما قالت نفسك شيء يقول لا والله ما أغني، والله ما أكل حرام، والله ما أنظر في الحرام، والله ما أتكلم في حرام، والله ما أتأخر عن طاعة، وتجاهد تجاهد تجاهد، إيش تسوي النفس معك بعدين؟ تترك الأمر بالسوء، تستسلم وتصير نفس لوامة. هذه المرتبة الثانية. لوامة يعني تأمرك بالشر وتلوم عليه، تخليك تشوف بعدين تقول لك في الليل ليش طيب وانت ملتزم وانت مدين، ليش تشوف الحرام، ليش تسمع طرف أغنية، ليش تطالع، ليه؟ هذه اسمها لوامة. بعدين برضك في جهاد معها ترتفع إلى مرتبة أعلى وهي المطمئنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل هذه النفس. المطمئنة هي التي اطمأنت على طاعة الله، خلاص أصبحت الطاعة بالنسبة لها عمل آلي، ما عاد يجد صعوبة أنه يجي يصلي ولا يحط ساعة عند رأسه، الساعة في قلبه، شوفه راقد وقبل الفجر ربع ساعة نص ساعة إذا بده جالس من صحك. النفس المطمئنة
إذا شاف امرأة من بعيد يقول كذا بدون استعاذة. ليه؟ ما عاد عنده شيطان، الشيطان حقه قد رماه. اي نعم، يمر عليه مال حرام، من يوم يشوف الريال الحرام يرى انه ثعبان يبغى يسلب عليه دينه. لا حرام، لا. هذه النفس المطمئنة تعيش على هذه الحياة، ثم تنتهي مدتها ويناديها الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. كأنها كانت في رحلة عمل، ارجعي إلى ربك راضية في نفسها، مرضية من قبل مولاها وفاطرها. وين أروح؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قصة حدثت علي في أبها، وأنا ما كنت أدري بالنتيجة. كان عندي أعمل ستائر في بيت، عندي مجلس، فجبت صاحب التنجيد هذا وجاء أخذ المقاسات، ولاحظ وأنا ما لاحظت إنه في غرفة عندي كبيرة مكتبة، ولي فراش. أي نعم. وشاف الفراش، كان فراشي متواضع طبعا على القبلة، وكان عند راسي حامل مصحف وساعة من ذيك اللي يسمونها بقبن، ذيك السود، ما أدري ما عادها موجودة الحين. أي نعم. وكشاف، لأن بيتي كان بعيد عن المسجد وما في ذيك الأيام كهرب زي ذا الحين، فمعي كشاف وعصا أخذها إذا رحت أصلي. ودخل هو لمق الشغلة ذي، صورها بذهنه، وأنا ما دريت، ما لأنها شيء معتاد عندي. ومرت الأيام، ويأتي يوم من الأيام وأجد هذا الرجل يمسكني ويقول لي: يا شيخ. قلت: نعم. قال: جزاك الله عني خير. قلت: إيش؟ قال: أنا من فضل الله تبت إلى الله والتزمت بالدين على يدك. قلت: كيف؟ قال: تذكرني أنك جيتني في هذا مكان اسمه البيت السعيد للأثاث المنزلي والستائر والباطرمات هذه. قلت: نعم. قال: أنت خدتني ذاك اليوم. يقول: والله الذي لا إله غيره ما أعرف فين القبلة. يقول: ما أدري فين القبلة. هو أصلا من إخواننا من اليمن، وإني غارق إلى أم رأسي في الشهوات. يقول: ولما دخلت بيتك أبغى أخذ المقاسات أصابتني رعدة وهيبة، وشعرت بأني في عالم ما هو عالمي اللي أروح في البيوت أخذه، شغلة ثانية. يقول: دخلت المكتبة حقتك، شفت الكتب ورصتها، وشفت فراشك، وإذا بعند راسك مصحف وساعة للصلاة وكشاف للمسجد وعصا للصلاة. يقول: تذكرت إيش عند راسي أنا؟ عند راسي مسجل مليان أشرطة واسطوانات وكرتون دخان ومجلات وكرتون ثاني أمواس حلاقة. يقول: ما غير على لحيتي عشي وغدي، ما غير أدمرها كل يوم. يقول: سويت مقايسة بين ما رأيت وبين ما أنا عليه، شعرت بالخوف وأدركت أنني في ضياع. يقول: ومن تلك اللحظة غيرت وضعي مع الله. إيه نعم، بدون أحد يحدثني، بس عقلي فكر وجد أن هذه النهاية. فتجد هذا، أسوق هذا المثال ليعرف الواحد أنه الهدى لا ينبغي أن يكون هدى جزئيا أو تشطيريا، يعني أكون مصلي لكن في بيتي خربان، وفي أذني خربان أسمع، وفي لساني خربان أتكلم ولعن واسب واشتم. لا لا، ما يصلح كذا. هذا لا يمثل الهدى الحقيقي، هذا يمثل الهدى الجزئي، والهدى الجزئي لا ينفعك. الله يقول: ادخلوا في السلم ايش؟ كافة. ما يصلح الدخول الانتقائي بحيث تنتقي من الدين اللي يناسبك وتخلي من الدين اللي ما يناسبك. لا، أنت عبد، ادخل في الدين كافة، وخذ هذا الدين بعزم، وامشي فيه بصدق، وقف مع نفسك هذه وقفة جادة، وقل لها: من الآن والله ما تشوفين النساء، والله ما تسمعين الأغاني، وش يصير؟ ولا شيء، بس إنك أصرت رجال.